بنشوف كتير منتجات على الفيسبوك وعلى الجروبات الخاصة ونبقى عاوزين نشتريها، بس مش عارفين إذا كنا هنجيبها على الطبيعة هتبقى فعلا زي ما احنا بنشوفها كده ولا لا. وبنتمنى لو حد فعلا بالبلدي كده يقلب لنا في المنتج ويشوف اللي احنا مش شايفينه. فعلشان كده جبنا لكم شوية منتجات وعايزين نجربهم سوا علشان فعلا نشوف إذا كان المنتج ده ندي لايك ولا ديسلايك. ده أول منتج معانا وهو منظم 3 أدوار. نفتحه كده ونشوف مع بعض. ده كده 3 أدوار، ده محتاج تركيب، هنركبه مع بعض. شكله حلو، شكله حلو، اللون اوف وايت لطيف وبلاستيك بتاعه كويس. فكره ان هو يبقى وزنه خفيف دي ميزه على فكره، لان انت هتحملي عليه توابل وازايز وحاجات زي كده. هو 3 ادوار، اعتقد انك انت ممكن تستعملي دور واحد او اتنين او ثلاثة، هتستخدميه في المناطق الضيقه، ممكن يبقى على رخامه في اي كورنر في المطبخ. عايزه اجرب معاكم حاجه، لان انا المنظم من فوق هنا ليه قفله، فانا عايزه اخد ده واحطه مكان ده علشان لو انا حبيت استخدمه دورين ويبقى في نفس الوقت منظره حلو من فوق. نجرب، نجرب. ده اللي انا اقصده، ان من هنا باين، فلو انا حطيت دي مكان القرص ده اعتقد ان هو هيبقى شيك واكنه هو جاي كده بالظبط، جاي 2 دور. ايه رايكم؟ حلو، فعلا حلو. تاني منتج معانا النهارده اللي هو مكنه ازاله الوبر، وهو منتج يعني مرتبط جدا بفصل الشتاء. كتير مننا بيطلع بلوفراته اللي قد كده وبيلاقيها يعني مليانه بالوبر، فاكيد محتاجين ان احنا ما نخرجش بيها كده ونحاول نشيل الوبر. فهنشوف دلوقتي المنتج ده شكله عامل ازاي. ده الجهاز، الشاحن، السلاح اللي هو السبير، والفرشه. اهو ده الباور بتاعه، وهنا في غطا للمكنه، وهنا بينزل الوبر في الخزان ده، وهنا بنقدر نشيل الجزء ده علشان نشيل السلاح ونحط سلاح تاني لو دي تلمت. والخزان ده هو اللي الوبر بيدخل جواه، وهنحاول دلوقتي نفكه ونشوفه. اهو سهل التركيب وسهل الفك على فكره، وبنفضيه وبنرجعه تاني نضيف علشان ننزل فيه الوبر تاني. اهو اوكي، نشغلها بقى. تمام، اوكي. انا تقييمي لمكنه ازاله الوبر انها 10/10. شليت لي فعلا وبر كتير من على البلوفرات بتاعتي وبتاعت اولادي. الميزه في المكنه انها كمان ليها سلاح، فكره ان هو كمان بيتشحن والبطاريه بتاعته بتتشحن وتقدري تستخدميها من غير الفيشه بتاعته، تقدري تعمليها على الانتريه والستاير وكل الحاجات اللي ممكن تقدري تستخدميها مش للملابس بس. ثالث منتج معانا النهارده برضو اداه ازاله الوبر اللي هي برضو مرتبطه بفصل الشتاء، بتشيل عن دماغها صداع، فنشوفها مع بعض. هي عباره عن اداه بإيد خشب، اوكي، وهنا عباره عن زي مشط صغير كده، في سنون صغيره جدا، الوبر بيدخل جواها وبتروح قطعها، يعني بمنتهى البساطه. تقييمي لاداه ازاله الوبر اديها 8/10، علشان سعرها كويس متناسب جدا مع وظيفتها. تاني حاجه انها كمان اقدر استخدمها لمساحات كبيره، مثلا زي بطاطين، زي فرش، ستاير، الحاجات دي كلها. جربنا معاكم النهارده 3 منتجات، منتجين منهم مرتبطين بفصل الشتاء، مكنة ازالة الوبر واداة ازالة الوبر والمنظم الدوار اللي بيلف 360 درجة. حابين نعرف من حضراتكم تقييم للمنتج، تدوهم كام من 10؟ كل واحد تدوله كام من 10؟ وكمان حابين نعرف من حضراتكم ايه المنتجات اللي انتوا عايزين تعرفوها نجيبها لكم ونجربها مع بعض قبل ما تشتروها.